نشرة أخبار مصر اليوم، مرحبا بكم وإليكم أبرز العناوين. جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان إخلاء نحو 30 بلدة. حزب الله يستهدف قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب. انفجارات تهز محيط العاصمة السورية دمشق للمرة الثالثة. كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن الشناوي قبل كأس السوبر المصري. العالم يشهد كسوفا حلقيا للشمس غدا. طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من سكان جنوب لبنان إخلاء نحو 30 بلدة وفقا لما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر موقع منصة إكس تدوينة يطالب فيها سكان مناطق القرى الجنوبية بلبنان بالتوجه إلى شمال نهر الأولى. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه شن عملية برية محدودة وموضوعية ومحددة الهدف فجرا في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله، وذلك على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة. أعلن حزب الله اليوم قصفه قاعدة جاليليوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب في استهداف قال إنه جاء تحت نداء لبيك يا نصر الله، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا صليات صاروخية من نوع ثادي 4 على قاعدة جاليليوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب، وذلك ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو. أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات هزت محيط العاصمة دمشق للمرة الثالثة في أقل من ساعة حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، فيما أكدت وسائل إعلام سورية سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق. وتحدثت مصادر عن حريق في محيط منطقة المزة إثر غارة إسرائيلية. وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا معادية في محيط العاصمة السورية. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على منح الفرصة لمصطفى شوبير الحارس الثاني في الفريق خلال الفترة المقبلة بدءا من مباريات كأس السوبر المصرية في الإمارات. وعلمت المصر اليوم من مصدر داخل النادي أن كولر طلب من ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قبل سفره إلى سويسرا في إجازته الحالية تجهيز مصطفى شوبير للاعتماد عليه في الفترة المقبلة ومنح محمد الشناوي فترة للراحة والتقاط الأنفاس والتركيز من جديد مع الفريق. يجري معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي أبحاثا فلكية ورد عنها أن العالم سوف يشهد كسوفا شمسيا حلقيا غدا الأربعاء الموافق 2 أكتوبر للعام الجاري، تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 للهجرة. لن يرى هذا الكسوف في مصر ولا في المنطقة العربية، ولكن يمكن رؤيته في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، ويكون جزئيا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية. نهاية النشرة، دمتم بخير.